بسم الله الرحمن الرحيم. واليوم معاي مفاجأة اللي هو محمود الخلايل الربع. حبيبي يا محمود حيشاركني إن شاء الله في المغامرة اليوم. هو كيف حيشاركني؟ إنه كل واحد حيفوت على بيت وحنغامر. يعني أنا جبت الصراحة اليوم عشان يشجعني شوي، لأنه الموقع كتير خطير، منه بنحمي بعض إن شاء الله. وبلش صور على سناباتك يا كبير. لا إن شاء الله حتكون كتير حلوة. إحنا اثنين مغامرين أردنيين يا أخوان. طلعوا لعت من اللي إحنا فيها. بس طفيت اللبس، أنا طافي كل إشي. طيب، ومنقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إحنا حنبدأ وهسه كل واحد حينفصل في بيت تمام. حنغامر في بيوت طبعا يا أخوان. وبدينا هسه حنطلع أنا ومحمود جنب بعض. يلا يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي ضوك تحت بك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان هذا بيت محمود، هذا بيت لواحد كان ساحر. لواحد كان ساحر مشعوذ. انا دخلته قبل هالمرة بس هو كتير خطير. اسمع، حندخل انا وياك هذا ان شاء الله مره ثانيه. طبعا كل ما اجي من عنده بقشعر بدني الضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو زي هيك بيوت بكون لازم الله مجنون داخل. صحيح. انت بس ايش تعمل؟ احمي ظهري يعني، دائما خلي اهم شيء يا اخوان. في حد هون؟ في ناس؟ في حد هون؟ بس احمي ظهر. في حد هون؟ تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان محمود انت حتدخل هون وانا حكمل فوق في بيت تاني. يعني انت هون وانا في بيت فوقي. انت بتغامر هون وانا بغامر فوق. وشو هسا يعني صار معك اشي؟ بس ان شاء الله ما راح يصير اشي ان شاء الله. انت توكل على الله. ادخل وسكر الباب. لا توكل على الله، ما في هالاشي يعني، ان شاء الله امان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البيت له 60 سنة ما انسكن. في حد هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اطفي كشاف اليدوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله العظيم سمعت صوت. ترى احنا في عمارة كاملة مهجورة، يعني مش بيت مش غرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وان يا اخوان طلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بديش طافي الكشاف انا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا مش قادر اضوي الكشاف الصراحه. هنا مش قادر اني اضوي اشي. طبعا اطلع الامراي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازم إني أنا أطوي أي إشي. أعوذ بكلمات الله التامات. إيه؟ مش قادر أطوي. طب هذا كيف يتحرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. إخوان قبالي منطقة إذا بضوي الكشاف هسا بروح فيها الصراحة. هسا بصورها أنا من الشباك الغرفة كلها كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مرتاح. هذا من الهوى وهذا من الهوى. بدي اعتبر انه هذا الاشي من الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود في بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد هون؟ انزل اشوف محمود. اخوان في حد جوا، لازم انادي محمود. نحلي انج يا اخوان عمره كاملة. محمود بسم الله الرحمن الرحيم. في حد؟ انا قلت لك ما هذا الشيء اللي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجزت تعال. حبسنا. انا طافي كشافي. أهم شيء يكون في ناس. جن عادي بس ناس. طلعوا ماسك عصاي. أبو الشباب. إيه؟ محمود. طلعوا الروايات. بدي اخذها. تعال استنى بدي اخذها. ايه وقت طلع كل اشي بيتحرك لحاله. الف ليله وليله. قسما بالله في حد بالعمره. حد ايش محمود؟
محمود، صرت احكي محمود. محمود بتاخد هدول مسكر. من داخد قال الكتب وحالتي حالي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. محمود ترى هو الجن حشرنا في حمام، انت مش داري هو عنده طريقة. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. إيهاب العين علينا انت عارف. طب اطفئ الشوفة، في حدا هون؟ طبعا يا اخوان طفينا كل الكشافات على المحمود. لا اسمع، في حدا، في مجنون بينام. خلي كشافك بس ما تطفي. مجنون مش عارف، في حدا، في بني ادم والله كنت اصور من هون ايد. اسمع انا خايف، هذا الباب والله ايد انمدت من عنده والله. شو في فوق؟ ما بعرف، سطح، سطح العمارة ولا سطح البيت ولا شو؟ ما بعرف. هذا له 60 سنة من فتح البيت. لا والله العظيم. لا لا تحكيش والله. بقول لك هيك قال لي والله 60 سنة. الصوت هذا بطلع شيء. استنى. طلع الساعة بس تزمر على 12 بخاف. نازلين على المدرية. اسمع 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 اسمع. تعال تركتني الله يلمسك. تعال تعال، معناش ايش في جن. بسم الله الرحمن الرحيم.